يوم تكون صغير تحب تعرف كل شيء وتشوف الأشياء الصغيرة اللي منها تبدأ تكتشف العالم اللي حولك وتبدأ ترسم أحلامك. أدري إن الحلم ما راح يتحقق بسهولة، في البداية يمكن تقلد حركات الكبار، أكيد بتمر بلحظات صعبة وبعد لحظات حلوة، بس لازم تكمل طريق الحلم لأن تشوف الأشياء اللي كانت صغيرة صارت كبيرة. مين قال إن الأحلام ما تتحقق؟